نبدأ. صباح الخير. إذا أهلا وسهلا بالزملاء الزميلات. الجلسة هذه في البداية عندما فكرنا فيها كانت جلسة حول مكتب المجلس بالجزائر وبعض الاقتراحات المتعلقة بواقع العلوم الاجتماعية في الجزائر تحديدا، لكن بعد اكتشفنا بأنه من خلال الحالة الجزائرية نحن نتكلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الحالة في الدول المغاربية. عندما نتكلم على الكثير من واقع العلوم الاجتماعية في الجزائر، نتكلم في هي تقريبا نفس الحالة في المغرب، هي تقريبا نفس الحالة في تونس، حتى ولو بعد سنكتشف بأننا أمام وضع ربما خاص في ليبيا وموريتانيا. الحالة اللي راح نتكلموا عليها زملاء هما أعضاء في الهيئة الاستشارية. مكتب الجزائر فيه مسؤول اللي هو أنا ناصر جابي. أنا كنت أستاذ سابقا في عصر سابق، كنت أستاذ في جامعة الجزائر، الآن متقاعد، لكن معايا زملاء لازم نقدمهم. كاين السيدة لويزايد حمدوش اللي ما قدرتش تحضر معنا الاجتماع لأنها مهتمة بالأوضاع في الجزائر، آخر دقيقة اعتذرت عن الحضور، هي أستاذة في العلوم السياسية بجامعة الجزائر ثلاثة. ومعايا الأستاذ عبد القادر القجع اللي هو أستاذ علم اجتماع بجامعة وهران، كان عميد سابق، أستاذ في وهران منذ مدة طويلة. معنا الأستاذ محمد بن قرنا. هو خارج، هو في مركز بحث سي لو كريات سونتر دو ريشيرش اون ايكونومي ابليكي بور ديفلوبمون، هو عضو المجلس العلمي لكريات ورئيس مجلس العلم و عضو مجلس العلمي الكراسك كذلك، وباحث معروف في علم الاجتماع منذ سنوات كذلك، منذ حتى لا احدد. معنا الاستاذ عبد الرزاق اللي هو كذلك استاذ في علم الاجتماع بجامعه سطيف في الشرق الجزائري في سطيف، ومعنا لويزا من الجزائر. عبد الرزاق كذلك عالم الاجتماع منذ سنوات، يبدو لا اقول العلاقه التي تربطني بعبد الرزاق، عبد الرزاق كان طالب تاعي، هذا يزيد في كوب. حتى ربما اظهر اكثر سنا. اذا حاولنا هذه الهيئه الاستشاريه تاع المكتب فقط للقول باننا حاولنا نديروا مشاريع، حاولنا ننظم مشاريع بحث، مشاريع اهتمامات خاصه بمكتب الجزائر، لكن بمجرد بدايه العمل فكرنا بان المجلس المكتب ما يبقاش محصور في الجزائر، وأنه لابد أن يهتم بالمنطقة المغربية ككل، خاصة وأن هناك شروط كثيرة تجعل العمل في المنطقة المغربية سهل. أول هذه الشروط مثلا قضية الفيزا اللي مش موجودة بين هذه البلدان، يعني ممكن الباحثين الأساتذة الطلبة يتنقلون بسهولة بين البلدان المغربية بكل، هناك عوامل مشتركة ثقافية سياسية، كثير من الأمور التي تساعد على المغاربة بصفة عامة، المنطقة أبناء المنطقة المغربية بصفة عامة يعرفوا بعضهم، هناك علاقات كثيرة كبيرة بين الجامعات، بين الجزائر، بين وهران، بين مكناس، بين الرباط، بين تونس، بين كما قلت. الإشكال الذي ما زال مطروح هو عدم حضور الليبيين والموريتانيين حتى في المجلس العربي. كل سنة عادة كاين واحد أو واحدة ليبية وموريتانية، وهذا لابد من المكتب مكتب الجزائر أن يشتغل عليه حتى يتم تطوير الحضور الليبي والحضور الموريتاني في المجلس العربي وفي الانخراطات وفي الكثير من القضايا. المشاريع التي حاولنا الانطلاق فيها لكن بعد اكتشفنا بأن الظروف التي تعيشها الجزائر منذ تقريبا الاندلاع تاع الأحداث بدأ في فيفري، لكن الجو كان مكهرب قبل فيفري، قبل الشهر الثاني، ورغم الاتصالات التي قمنا معها مع وزير التعليم العالي مع الجامعات كان فيه شوية صعوبات حتى انفجر الوضع وأصبح غير ممكن في المدة هذه أننا نقوم بشغل كمجلس عربي في العلوم الاجتماعية خاصة داخل الجامعات.
الحركة الطلابية، الأساتذة، الطلبة مجندين بشكل كبير جدا في الحراك هذه الأيام، وبالتالي يصعب أننا نقوم بأي نشاط. وفكرنا جيدا بأنه يجب أن ننتظر حتى هدوء الأوضاع، ربما بداية الخريف المقبل، لأن فيه عطل ومن بعد الصيف والعطلة ومع الأحداث. ما هي المشاريع؟ باش نعطيكم فكرة حول المشاريع، وأنا أطلب منكم أنكم نفكر جماعيا في مشاريع اللي ممكن تكون مجسدة على المستوى المغاربي، في ليبيا، في موريتانيا، في تونس، على مستوى الطلبة، على مستوى الجامعات، على مستوى مراكز البحث، النشاطات. فكرنا في تفاهمنا مع المجلس العربي هنا في بيروت حول محورين. المحاور اللي راح نتكلم عليهم هي تقريبا خلاصة تقريرين تاع المرصد العربي للعلوم الاجتماعية. التقرير الأول حول هياكل البحث، والتقرير الثاني حول وضعية العلوم الاجتماعية كإنتاج. ما هي أهم الخلاصة اللي تهمنا احنا كمنطقة مغربية؟ اكتشفنا بأن في التقرير الثاني مثلا كاين تركيز على مسألة أخلاقيات البحث. أخلاقية، هناك شكوى، هناك طرح مسألة أخلاقيات البحث في العلوم الاجتماعية في التقرير الثاني، وشكوى ملاحظة يتم الحديث عنها بقوة في مؤسساتنا الجامعية، تبان على مستوى العلاقات بين الطلبة والأساتذة، بين الأساتذة والإدارة، على مستوى المحتوى تاع البحث، على مستوى مخرجات البحث. كاين إشكال كبير يمكن أن نسميه اختصارا هكذا حتى لا نضيع في التفاصيل، مسألة أخلاقيات البحث. النقطة الثانية التي تنبه لها اعتمادا كذلك على التقارير المرصد، هي الانتقال من الاهتمام البحثي إلى التجسيد. طلبتنا زملائنا اللي بدأوا في العمل البحثي، زملائنا اللي بدأوا في البحث في التدريس، عندهم صعوبة في تحديد دي بروبوزيسيون دو ريشيرش، مواضيع بحث محددة، توقيت، بودجي، إشكالية منهجية، توقيت، يعني فيه نوايا كثيرة على مستوى الطلبة، على مستوى الأساتذة خاصة اللي بدأوا المهنة منذ سنوات، فيه نوايا كثيرة لا تعرف كيف يتم تجسيدها في الميدان. أنا لاحظت مثلا بأن كثير من الاقتراحات نتاع الطلبة في المجلس، تجربتي في المجلس العربي، كثير من اقتراحات الطلبة والأساتذة التي ترسل إلى المجلس العربي للعلوم الاجتماعية لعددها كبير كميا، عددها كبير جدا، لكن ما تستطيعش دائما الوصول إلى الحصول على منحة، إلى تحديد برنامج بحث، إلى تحديد إشكالية بحث، وتضيع. صدير، وهذا يعكس واقع مؤسساتنا الجامعية والبحثية. نحن أمام كم حاصل في تونس، حاصل في المغرب، حاصل في الجزائر، كم على مستوى الجامعات، عدد الجامعات، عدد الأساتذة، عدد الطلبة، عدد حتى ربما براكز البحث، عدد المجلات، وفيه صعوبة كبيرة الانتقال من هذا الكم الذي ظهر في السنوات الأخيرة إلى النوع، إلى أشياء بحوث ذات قيمة علمية ملموسة مرتبطة بالأدبيات الدولية، تهتم ببحوث محددة معروفة إلى آخره. دونك هذا الباساج، هذا الانتقال من الكم إلى الكيف، كيف نساعد عليه؟ قلنا بأن في المجلس العربي هنا ومكتب الجزائر صعب أنه يتعامل مع هذا الكم الهائل في منطقة مغربية واسعة جدا. احنا عندما قررنا مثلا القيام بنشاطات في الجزائر فكرنا في التنقل عن طريق الطائرة، يعني من الجزائر إلى ورقلة عندك 900 كيلومتر، إذا فكرنا نروح لتمر راس عندنا 2200 كيلومتر. إذن لابد من التفكير ربما بعد نشوفه في عمل دو بروكسيميتي على أساس جهوي، على أساس جهوي. دونك فكرنا في الأخلاقيات، في كيف نكتب، كيف نقترح مشاريع بحث، كيف ندافع على مشاريع بحث، كيف نحصل على تمويل لمشاريع بحث، كيف نقنع أطراف دولية والعربية بهذه المشاريع البحث. هذا المواضيع، وتفاهمنا مع مجموعة من الزملاء
الجزائريين المغاربة في المجلس العربي. المجلس العربي هنا يقدم لنا خبرة، هناك زملاء عندهم خبرة ممكن يجيوا كأساتذة كمؤطرين لهذه النشاطات التي نقوم بها. النشاطات هذه نقوم بها لمجموع الطلبة المغاربيين والأساتذة المغاربيين، ليست مختصرة على الجزائر. يعني فكرنا بأن النشاط الذي يمكن أن نقوم به في الجزائر أو في تلمسان أو في المغرب في مكناس أو في الرباط يحضره كل أبناء المنطقة المغاربية، اعتمادا على هذه السهولات اللي موجودة في عدم حصول، ما فيش فيزا وفيه قرب وفيه طيران يومي وفيه في انتظار فتح الحدود الجزائرية المغربية حتى تسهل الأمور أكثر. أتمنى هذا. أحد الإشكالات كذلك التي فكرنا فيها أحد المواضع هي مسألة اللغة، لغة البحث مرتبطة لغة البحث حتى يكون مختصر بالأجيال. التقرير الثاني هذا الذي صدر عن المركز عن المصدر المجلس العربي للعلوم الاجتماعية ركز حول الإنتاج العلمي الاجتماعي في المنطقة المغربية الصادر بالعربية. ماذا حصل؟ حصل أن جزء كبير من الإنتاج العلمي الذي يكتب بالفرنسية منذ سنوات والذي لا زال موجود في المغرب في تونس في الجزائر أبعد من هذه الدراسة، لم تشمله هذه الدراسة. منشور محليا ولا في فرنسا؟ محليا هذا فرق. الفرق الموجود في المنطقة المغربية بين مصر وسوريا أو في اللبناني عندما يصدر بالإنجليزية ما يصدرش في لبنان، عادة يصدر في بريطانيا. في الجزائر وفي المغرب وفي تونس الكتاب العلمي الجامعي حول العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية يصدر، وربما يصدر بأعداد أكثر خاصة إلى سنوات قريبة. الآن الأمور بدأت في التغيير لصالح العربية، لكن على مستوى الأجيال على مستوى الخبرة على مستوى النوعية لسنوات الإنتاج كان بالفرنسية. والإشكال الآن تحول بشكل آخر، نحن أمام أجيال فقدت التواصل بالفرنسية واختصرت على العربية الآن، معناها يعني انتقال جيلي ضيعنا الفرنسية، لم نكتسب الإنجليزية بالقدر الكافي واكتفينا بالعربية بكل ما يطرحه من تواصل مع الأدبيات مع الإنتاج المعرفي مع العالم الخارجي. إذن عندنا إشكال لابد أن نناقشه ونطرحه ننظم حوله ندوات نكتب حوله نقوم ببحوث حوله إلى آخره. دونك هذا النقطة الأخيرة هو ما تعيشه المنطقة المغربية من حراك بدأ في تونس موجود في المغرب لم يتوقف في المغرب والآن موجود في الجزائر. كيف يمكن أن نسهم كمجموعة بحثية عربية مغاربية كعلماء اجتماع كعلماء سياسة كعلماء أنثروبولوجية في فهم ما يحصل في مجتمعاتنا وما يمكن أن نقوم به كمركز بحث عربي كالمجلس العربي للعلوم الاجتماعية من خلال مكتب الجزائر الذي يمكن أن ننظم ندوات أن نقوم ببحوث أن نفتح ورشات للبحث في مجال هذا الحراك. وهذا الحراك طرح عدة إشكالات من بين على الأقل يعني دور الشباب، من كان ينتظر الصورة التي ظهر بها الشباب في الجزائر في الحراك الأخير، دور الشباب في المغرب في معرفة بحركة الشمال حسيمة، ما كان موجود لسنوات على مستوى تونس العلاقة مع الحزب السياسي مع الجمعية مع الحراك اليومي مع السلطة التغيير الجيلي. إذن هناك ورشات كبيرة جدا، المنطقة المغربية تتحرك بقوة، ودورنا كمجلس عربي علوم اجتماعية كمكتب المغاربي هذا أننا نتدخل بما يخدم دورنا كباحثين كعلماء اجتماع كعلماء سياسة كعلماء اقتصاد. إذن هذه المشاريع كلها تتطلب مشاركة لأساتذة من الجزائر من المنطقة المغربية وطلبة من المنطقة المغربية وتتطلب تنقل. يعني مش شرط أن النشاط الذي نقوم به باسم المجلس العربي أو مكتب الجزائر يحصل فقط في الجزائر، ممكن يحصل بالتعاون بين مراكش وسطيف بين منوبة ومش عارف إيه. يعني المجال واسع ويمكن أن ديلوكاليز نتنقل كمجلس عربي للقيام بنشاطات في أكثر من أنا قمت باتصال في المدة الأخيرة الشهور الأخيرة مع خالد مع مكناس
وتكلمنا حول إمكانية أننا نبدأ مع جامعة مكناس كبداية للعمل المشترك بين مكناس والجزائر أو مكناس والصيف أو مكناس وعنابة إلى آخره، في إطار العلاقات بين المجموعة العلمية المغاربية موجودة، الناس تعرف بعضها البعض، تلتقي، هناك فرق بحث مشتركة، هناك للأسف في الغالب كان اللقاء يتم في فرنسا بالنسبة على الأقل الجيل المعين، لكن الآن أكثر تنوع وأكثر انتشار على مستوى العالم، في إيطاليا، في إسبانيا، في المنطقة. لكن المجلس، الفكرة أن المجلس العربي يتحول إلى قطب مهم للقاء لتشبيك بين الباحثين، بين الأساتذة، بين الطلبة في المنطقة العربية ومن المنطقة المغربية التي تهمنا. هذه فقط بعض النقطة الأخيرة هي جامعة صيفية، ذكرني عبد القادر، فكرنا كذلك في اعتمادا على ما صدر على مخرجات التقرير الثاني للمجلس للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية، كانت إشكال مسألة الأنثروبولوجيا، كيف ضيعنا في الطريق الأنثروبولوجيا، أننا اهتمينا في بعض الأحيان بعلم الاجتماع كثيرا، بالعلوم السياسية، بالقانون، بالتاريخ، لكن ضيعنا، ما فيش أجيال، لم نعيد إنتاج أجيال جديدة من الأنثروبولوجيين الشباب، من البنات، رغم أننا أمام في بعض الحالات بروز للشباب اهتموا بهذه المواضيع وكتبوا وأصدروا إلى آخره، لكن فكرنا في المجلس وفي المكتب الجزائر، قلنا بأنه فكرنا في جامعة صيفية بين جيلين من الأنثروبولوجيين المغاربيين، جيل الشباب الذي يؤطرهم جيل كبير في السن اللي عنده تجربة، وقلنا بأنه يمكن أن يكون هذه الجامعة الصيفية اللي ممكن يحضرها 40-50 دكتوراة وخمس أو ست أساتذة مؤطرين، نعرف ما هي اهتمامات الأنثروبولوجي المغاربي، ما هي المواضيع، ما هي الاهتمامات، سيكوا كومتيرا كمجال ميدان بحث، هل هناك انتقال جيلي، هل هناك الاهتمامات اللي كانت عند الوجوه الكبيرة المعروفة في المنطقة المغربية لا زالت، هل هناك تواصل جيلي، هل هناك قطيعة جيلية، بأي لغة نكتب، دور الأنثروبولوجيات النساء والأنثروبولوجيين الرجال، ونفتح ورشة حول الأنثروبولوجيا في المنطقة المغربية على أساس أنها ممكن تمد مشاريع بحث وتمد اهتمامات وتدير تشبيك بين الأجيال وبين أبناء المنطقة المغربية. دونك هذه هي المشاريع، هذه المشاريع المقترحة التي وافق عليها المجلس العربي في بيروت، والتي يمكن أن نبادر فيها ابتداء من الخريف. هذا لا يعني بأنه ليس هناك مجال لاقتراح مواضيع أخرى، مجالات أخرى، فعاليات أخرى لتجسد على مستوى المنطقة المغربية في الجامعات، في مراكز البحث، بين فرق بحث، بين أشخاص، بين مجموعات إلى آخره. هذه المداخلة تاعي الأولانية. أعطي الكلمة باختصار شديد لعبد القادر ومحمد للكلام حول الموضوع اللي بدينا به، الموضوع اللي انطلقنا فيه عندما اقترحنا هذه الجلسة، اللي هو مجال العلوم الاجتماعية في الجزائر، على أساس أن المجال هذا مشترك. عندما نتكلم عن الجزائر يمكن أن نغير ونضع المغرب بدون أن نكون على خطأ. إذن الكلمة لعبد القادر بسرعة. شكرا. أحاول أن أقدم فكرة أو فكرتين أساسيتين حول خاصة علم الاجتماع، وسأصل في النهاية إلى الانتقال أو محاولة الانتقال من علم الاجتماع إلى الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. لأشرع في طرح أو عرض هذه النقاط، سأنطلق من ملاحظة بسيطة عند دوركايم، اللي يعتبر كمؤسس لعلم الاجتماع. دوركايم في وقته قال بالنسبة للوضع الفرنسي، إذن أواخر القرن 19، بداية القرن 20، أن هناك علم اجتماع
وما ينقصه هو علماء الاجتماع. بالنسبة للجزائر ممكن جدا أن نقلب الوضع، يعني هناك علماء اجتماع وينقصهم علم اجتماع. على ربما كذلك ممكن أن نربط هذه الفكرة وبسرعة يعني الطرح المشهور أو الأطروحة الشهيرة عند ماركس. Alors s'il te plaît Nasser. Voilà. Parce que alors يعني عند ماركس يعني نتذكر كلنا في أطروحة من الأطروحات نتاع الإيديولوجية الألمانية، هي أن الفلاسفة اكتفوا بتفسير تأويل العالم فحان الوقت لتحويله. هنا كذلك لتغييره، هنا كذلك ممكن يعني من زاوية معينة أن نقلب هذا الوضع، خاصة بالنسبة للحالة الجزائرية، لأن كانت إرادة سياسية لتغيير المجتمع، يعني ما نسميه بالعملية التثقفية خاصة في السبعينات، يعني من خلال عملية التصنيع إلى آخره، ويعني اكتفينا كعلماء اجتماع بمحاولة فهم تحليل هذه العمليات التي صدرت من القمة لتغيير المجتمع بقرار سياسي. والآن يعني أصبحنا في دهشة لأننا غير قادرين على فهم هذا المجتمع، يعني في عوض أن نحول أن نغير هذا المجتمع فعلينا أولاً أن نفهمه. ماذا يريد؟ كيف يتصور؟ ما هي تصوراته؟ ما هي أحلامه؟ ما تطلعاته إلى آخره؟ كل هذا يعني نجم نقول تقريباً نسبياً نجهله. إذن من هنا في نظري كذلك يعني حتى نرجع نسبيا لتدريس علم الاجتماع في الجامعة الجزائرية، وربما هذا ما أشار إليه الأستاذ جابي، يعني الآن أصبحنا كذلك في دهشة في تساؤل لماذا صعوبات تدريس المنهجية في علم الاجتماع. ونعلم كلنا أن صعوبات المنهجية، صعوبات تدريس المنهجية يرتبط أولاً بالعمل الميداني، وكذلك ربما نجم نرجع في الـ في الـ في النقاش كذلك ل يعني مشاكل إبستيمولوجية، وهذا ما يدفع إلى أو يفسر يعني صعوبات هذه صعوبات تدريس هذه المنهجية. إذن دائما في عجالة باختصار يعني أذكر أن علم الاجتماع تقريبا مر عن ثلاث مراحل كبرى. أولا يعني لما كان علم الاجتماع في خدمة المشروع السياسي لتغيير المجتمع من خلال خاصة البرنامج نتاع التصنيع، يعني مرحلة التصنيع الاندستريالزاسيون، وكذلك يعني القرارات الكبرى الثورة الزراعية والثورة الثقافية، وكذلك كيفاش يقولوا إصلاح الجامعة، la réforme de l'enseignement supérieur. في هذه المرحلة أي في السبعينات كان يعني كان علم الاجتماع كان في مرحلته النضالية، كان عندنا علم اجتماع نضالي يعني مناضل في خدمة هذا المشروع السياسي. ثم يعني المرحلة الثانية اللي يعني بدأت تقريبا في أواخر الثمانينات بداية التسعينات هي يعني علم الاجتماع التشاؤمي، يعني لأن دخلنا في مرحلة الشك، مرحلة التشاؤم، ويعني
ربما هذا حتى لا أطيل، هذا ما يفسر أولاً المحاولات الأولى لإخراج علم الاجتماع من محيطه الجامعي المغلوق إلى المجتمع، إلى الميدان، وهنا وين يعني أصبح الخطاب الكلام يدور حول ضرورة بناء أو إعادة بناء علم الاجتماع قائم على البحث الميداني، ومن لم يقم ببحث ميداني تقريبا ليس له الحق في الكلمة. يعني c'était un peu une forme de dictature il faut le dire aussi hein. و يعني في بداية الثمانينات شهدنا البحوث الميدانية الكبرى، يعني في النقاش نجم نذكر بعض الأمثلة اللي يعني غيرت نوعا ما أو أصبحت تغير من الوجهة الاتجاه نتاع علم الاجتماع في الجزائر. وهذا كذلك ما أدى خاصة في بداية سنوات 2000 إلى ما سميته بالانتقال من il y a comme une forme de conversion des sociologues algériens vers l'anthropologie. Donc ce sont des sociologues, exactement, des sociologues qui sont en train de se convertir. Voilà. إذن يعني التحول. Voilà. إذن هنا هذا التحول هو في الحقيقة كذلك نتيجة تساؤلات، لأن إذا كان تساؤل في السنوات 70 يعني يامس كنا في ورشة وين كان النقاش يدور حول la décolonisation. Voilà. La décolonisation تاع علم الاجتماع. إذن انتقلنا من هذا رايح نقول تقريبا لو باراديغم إلى يعني باراديغم واحد آخر، وهو يعني حول ثقافي. نو اسمح لي النصر. هو اكزاكتومون فوالا نو حول كونية علم الاجتماع لونيفرساليتي دو لا سوسيولوجي. بون هنا كذلك يعني هذا المشكل هو يعني تاع الترجمة بين مختلف البلدان العربية اللي تتحدث نفس اللغة، وعندنا يعني المصطلحات يعني فوالا. إذا احنا في الجزائر نتكلم عن كونية لونيفرساليتي، وهنا يعني كذلك في الورشة اللي حضرت لها الأمس واحد متدخل يعني ذكر العبارة المشهورة نتاع فرانسوا زيغيتيي اللي هي تتكلم عن ان يونيفرسال انثروبولوجيك. الوغ لماذا لم نتحدث عن ان يونيفرسال سوسيولوجيك يعني لحد الآن؟ يعني سا سو ديسكوت اكزاكتومون. يعني لحد الآن يعني الطرح ليس هو أو المشكل ليس هو عند الغربيين، الطرح الآن هو عندنا نحن، علينا أن يعني شغل نقوم بإثراء علم الاجتماع انطلاقا من واقعنا. دونك يعني تجاوزنا المرحلة نتاع رفض علم الاجتماع الغربي و لا ديكولونيزاسيون إلى آخره، ولكن سي ديلارجيغ يعني نوسعوا هذا الحقل نتاع سوسيولوجي إلى واقع أو انطلاقا من واقع العالم العربي. Voilà. شكراً. Voilà. Bon. شكراً. نعطي كلمة للأستاذ بقرنا. الأستاذ محمد دار دراسات كثيرة في إطار بحوث مع دولية حول
واقع العلوم الاجتماعية في المنطقة المغربية والجزائر والمعلم العربي حول الاقتصاد، حول الحقوق، حول العلم الاجتماعي، كلمنا عليها بسرعة الاتجاهات الكبرى. شكرا. Je vais essayer de présenter rapidement quelques résultats. Donc, je vais présenter quelques résultats d'une recherche sur l'état des sciences sociales dans certains pays du MENA. Mais en fin de compte, l'étude a concerné l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et parce que à l'époque, la Syrie, l'Irak avaient des problèmes, mais surtout les pays le Maroc, Tunisie, Algérie, et c'était un projet financé, un financement européen, piloté par l'IRD en France. Le document, il existe sur le site de l'IRD, en même temps, pour chaque pays, dans le site CREA. Alors, l'idée, c'était de faire l'état de la pratique des sciences sociales dans ces pays-là. Et chaque pays avait le choix de choisir les disciplines qu'il devait investir. Donc, pour le coup, l'Algérie. Pour l'Algérie, parce que je trouve bien qu'il y a un taïch. Ok. Donc, pour l'Algérie, on a choisi trois disciplines, la sociologie, l'économie et le droit. Donc, le Maroc, ils ont choisi d'autres disciplines, la Tunisie, d'autres disciplines. Et l'idée, c'était de faire un état des lieux. Et au niveau de l'équipe algérienne, on a travaillé sur deux techniques très importantes. L'aspect statistique, recueil de données historiques sur l'enseignement et la progression de ces trois disciplines. Mais surtout, on a fait des entretiens avec des économistes, des sociologues et des juristes sur l'idée, c'était de voir leur parcours tahom, l'histoire tahom en tant que formation, l'enseignement tahom, les problèmes qu'ils ont d'enseignement. Et donc, je lisais, avant de venir, je relisais un des entretiens qu'on a fait. Et les questions, c'est pour ça que je voulais vous livrer les résultats, parce que les principales ou les principaux résultats, à mon avis, sont d'actualité. Et surtout, je pense que profiter de cette existence au niveau maghrébin pour essayer peut-être de travailler ensemble sur certains points que je vais présenter rapidement. Alors, il y a six points que je voudrais présenter et avec une conclusion qui sera d'actualité. Le premier résultat, à mon avis, qui serait intéressant de développer, c'est qu'on a pu voir dans ces entretiens, de ce travail historique, un point très important, c'est l'aspect historique. La constitution, comment les sciences sociales dans ces pays-là a évolué, comment il s'est créé et comment il a progressé. Je pense que c'est un point très important et qui revient actuellement dans tous les débats. Donc la dimension historique, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Mauritanie, ou d'autres pays, comment l'historicité, c'est l'histoire de ces disciplines, elle est très importante. Et elle va nous révéler, à mon avis, pour le cas algérien, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les modèles de formation. Dans les années 76, et j'en fais partie, 77, l'Algérie a mis en place un gros programme de formation à l'étranger. Pratiquement tous les enseignants, enfin, les étudiants que nous étions dans les années 76-77, qui ont demandé des bourses, sont partis, ont eu droit à une bourse. Jusqu'à la fin des années 82, je crois que même Nasser a fait partie de cette dernière promotion, de 76 jusqu'à 82, il y avait un programme massif de formation à l'étranger. Et toutes destinations confondues, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, les pays arabes, l'Égypte, etc. Ça, c'est un point très important dans l'histoire de ces disciplines. Parce que autant il y avait une diversité dans les modèles de formation dans ces pays-là, comment ces parcours de formation, dans quelle mesure ils vont se répercuter sur le retour tahem et l'enseignement. Parce que tous ces gens-là sont partis avec un engagement. Au retour, ils avaient un poste d'enseignement. Et donc, moi-même, je fais partie de cette deuxième promotion de 77. Et c'est intéressant de voir, et là, on l'a vu dans les entretiens, quel est l'effet, l'impact de ces formations au moment du retour. Donc, ça, c'est un point très important. Le troisième point
qui est important, c'est la question, Nasser l'a soulevé tout à l'heure, la question de l'arabisation. L'arabisation, تعريب لغات العلوم الاجتماعية. Et là aussi, moi-même je fais partie, quand je suis rentré en 81, il fallait que j'enseigne en arabe. Donc il y avait plus de sociologie en français. Alors qu'il y avait, dans les années, toute notre formation, il y avait les deux langues, arabe-français, la sociologie, la psychologie, l'économie, le droit, etc. C'est un point très important qui à débattre, à discuter, et Nasser a proposé dans ses projets de recherche que c'était un chantier très important. Mais je pense qu'il est d'actualité pour le discuter, pour voir ce que jusqu'à aujourd'hui, et là c'est revenu dans tous les entretiens qu'on a eus, c'est un point de controverse et ça se discute, chacun a son point de vue, mais l'essentiel c'est d'en parler. Le troisième point qui est revenu dans cette recherche, c'est la question qui a été débattue hier, que Abdelkader vient de soulever, c'est la question du rapport entre la formation, l'enseignement et les modèles théoriques. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que les modèles de formation sont très importants. Ce qui était observable dans les entretiens, c'est que autant il y avait une diversité dans les formations, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, les pays arabes, mais au retour, dans l'enseignement, on voit apparaître deux types d'ancrage théorique dans les modèles de formation. La domination française et une début d'une légère domination orientale, Égypte, etc. Et ça, très important, qui est toujours d'actualité, ce divorce entre l'enseignement, ces deux modèles qui vont se chevaucher ou là qui vont en parallèle, et les préoccupations de la société et de l'ancrage. Le problème que je pose ici, c'est que les enseignants sont revenus avec deux modèles, mais surtout, les gens dans les États-Unis, par exemple l'Angleterre, ils sont soumis soit au modèle français, soit au modèle oriental. Et donc ça, c'est à mon avis, c'est un problème qui est très important. L'autre point, c'est, et ça a été discuté hier, c'est la relation entre la formation et l'environnement. Ça, c'est un problème d'actualité. Je pense qu'il doit exister dans d'autres sociétés. C'est que les thématiques qui sont abordées dans les enseignements, dans les projets de recherche, dans les formations doctorales, dans les masters, etc., etc., les mémoires, tout ce travail-là, n'ont pas de portée sur le terrain. C'est-à-dire, vous avez des réflexions, des travaux qui sont faits, mais sans aucune portée, sans aucune projection sur la société. Et ça, c'est lié avec le point précédent, le quatrième, c'est cette déconnexion, ce divorce entre la formation et les problèmes de la société. Et je pense que ça aussi, c'est un problème très important. Et vous allez trouver, les collègues ici présents en Algérie ou ailleurs peuvent en témoigner, vous allez trouver des doctorants, par exemple, qui vous font une thèse sur un sujet qui concerne l'Algérie, mais sur les références bibliographiques, vous allez trouver 150 ouvrages, peut-être un seul ouvrage sur le... Et ça, c'est très important, c'est-à-dire cette déconnexion. Et aborder, je ne suis pas contre, je ne suis pas plus ou moins d'accord avec mon collègue Abdelkader sur la question de l'universalisme, mais on a besoin de cette ouverture à l'international théorique, mais en même temps, il faut que ça soit lié à des problèmes concrets. Peut-être qu'on aura l'occasion, et ça, je pense que c'est une question qu'on pourra aborder avec les collègues du Maghreb. Je pense que c'est un problème très, très important. L'autre problème, quand je dis problème au sens réflexion, problème, c'est... ça a été soulevé par la plupart des collègues, c'est le problème du partage. Les chercheurs algériens travaillent dans l'isolement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange et de réciprocité dans le travail. Et ça, c'est un gros problème, à mon avis, qui touche d'actualité, où il n'y a pas d'échange. Ils sont dans le même centre de recherche, dans le même laboratoire, dans le même
mais chacun dans son petit coin, il fait sa recherche. Son voisin à côté, qui travaille peut-être sur la mathématique, et ça, les collègues, on le dit toujours dans le collège, on dit toujours à nos étudiants, la recherche est un océan. On peut travailler sur une question, sur ce verre-là, on peut travailler, mais chacun va l'aborder à sa manière. On n'est pas obligé d'avoir le même type d'approche, la même technique. Et donc ça, c'est un, là aussi, c'est un travail peut-être à faire dans l'avenir pour essayer de faire, le décrochage qui est très important. Le dernier point, qui est la question de la visibilité, qui rejoint le premier point. Le problème de la visibilité, je suis toujours étonné. Et là, quand on a fait ce travail de recherche, parce qu'on est parti de... Parce que, bon, il y a un problème de données statistiques, de données, etc. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Comment on a fait pour avoir les thèses? Donc, j'ai mis quelqu'un, par exemple, dans un département de sociologie d'Alger, au rang, etc. La personne est partie. Ils ont pris ce qu'on appelle le registre de soutenance. On était obligé de photocopier tous toutes les soutenances, pas chaque page, parce qu'il y a le jury, etc. Parce qu'il n'y a pas de... On n'avait pas les moyens informatiques, je veux dire. Enfin, l'université n'avait pas. Donc, on était obligé de faire ce travail-là. Et là, on a découvert une richesse extra, des mines de travaux de recherche qui sont faits sur des questions les plus diverses. Mais personne ne les connaît. Elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas capitalisées, elles ne sont pas valorisées. Et c'est des mémoires de doctorat d'une richesse extraordinaire. Sur des thèmes les plus... avec des statistiques, avec un travail terrain, mais elles sont là, dans la bibliothèque. On n'est pas au courant. Donc là aussi, je pense que parmi les actions à mener, c'est comment mettre en place, quels sont les moyens pour rendre visibles ces travaux de recherche et les partager entre d'Algériens, bien sûr, et entre tous les collègues du Maghreb. Donc, ces différents points, j'ai vraiment, pour aller vite, vont m'amener à la question que je me pose, et que peut-être on va revenir cet après-midi sur la table ronde, c'est, à la lumière de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel type de posture nous allons avoir en tant que chercheurs en sciences sociales, avec les changements qui actuellement, qui touche l'Algérie, qui touche le Maroc, qui touche la Libye, tous les pays sont concernés. Est-ce que le problème, c'est dans les instruments d'analyse, dans la méthodologie, dans les types de questions qu'on pose? Et depuis quelques jours, on entend parler que nous sommes étonnés, bien sûr, que c'est ça le chercheur. Il est dans une posture d'étonnement tout le temps. Le problème, c'est que on n'a pas vu venir ce qui se passe en Algérie ou en Libye ou ailleurs, en Tunisie. Peut-être qu'en tant que chercheur, les instruments qu'on a et qui sont dans ces six points, peut-être dans les instruments, dans les approches, dans les méthodologies qu'on a mises en œuvre, peut-être on ne peut pas prévoir. Nous ne sommes pas des mathématiciens, on ne peut pas prévoir la réalité sociale. Je ne sais pas quel est le chanteur qui avait dit que la réalité, elle est beaucoup plus riche que l'idée qu'on se fait de la réalité. Donc, on a beau vouloir comprendre la réalité, mais nous attendons toujours la réalité. Donc, je pense que peut-être qu'on va revenir cet après-midi, ou peut-être aujourd'hui, sur une relecture de nos instruments d'analyse, de nos méthodes d'approche, pour voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir ces approches-là, comment, etc. Et je vous remercie. Sada al-Hudur, sabah al-Khair. قدمني أستاذي الفاضل جابي على أنني كنت طالبا عنده في 1980، ونسى أنني كنت طالبا عند الأستاذ محمد بن قرنة أيضا، اشتعل الرأس شيبا ومرت السنون، والآن أجد نفسي عضو في مركز تواصل للمجلس العربي. هذه الوضعية مدعاة لتقديم قراءة بالنظر أو بالعلاقة مع الموضوع الذي نناقشه، وهو حالة العلوم الاجتماعية. هذه التوليفة التي تحضر معكم اليوم لا تحضر اعتباطيا ولا صدفة. بالنسبة لي، الأستاذ جابي لما فكر في العناصر المؤهلة أو المرشحة لأن تكون أو تنال شرف تمثيل المجلس العربي، أعتقد أنه وجد سهولة.
هذه حالة العلوم الاجتماعية في الجزائر من الثمانينات إلى هذه اللحظة، يعني حالة ماضية، كأننا نغرف من حالة ذهبية للحلوم الاجتماعية لكي نعيش ونواجه حاضرا معينا. لنفترض لدقيقة، وهذا لن يكون طبعا أستاذ، أنني سأحل محل الأستاذ جابي وأفكر في مكتب، صدقوني سأجد صعوبة كبيرة في اختيار أعضاء المكتب. تلك حالة ماضية تنبئنا وتعلمنا عن العلوم الاجتماعية في الجزائر، وكانت علوم اجتماعية تحمل هم المجتمع مشبعة بالطروحات الإيديولوجية والانتمائية وتدافع الأفكار والمشاريع، وحالة علوم اجتماعية راهنة تكتفي بأدوار تقديم المعارف المعلبة المتقوقعة حول نفسها. هذا مدخل بسيط للموضوع الذي نناقشه، وحتى أبقى في عنوان هذه الندوة التي هي حالة العلوم الاجتماعية، وهناك ثلاث محاور فيها: محور الممارسات، محور التحديات، ومحور الآفاق. إذا أردنا أن نفهم حالة العلوم الاجتماعية الآن في الجزائر، فالشق الأول هو الممارسات، وهناك أطياف عديدة جدا ومعقدة من الممارسات. وعندما نتكلم على الممارسات فهناك ما هو خفي أو مرتبط بها، وهو مسألة الفاعلين، وهناك أطياف عديدة أيضا من الفاعلين: فاعلين سياسيين، فاعلين أكاديميين، فاعلين في الميدان، فاعلين متوارين، فاعلين تشريعيين. وكل هذه الأطياف تشارك وتسهم قصدا أو جهلا في إضفاء طابع معين أو أشكال معينة للعلوم الاجتماعية. بالمختصر المفيد، إذا كانت حالة العلوم الاجتماعية اليوم في الجزائر من هذا السوء أو من هذا التأخر، فلأن كل هذه الأطراف تسهم جماعيا في هذا السوء. إذن ممارسات تشريعية، ممارسات سياسية، كاين حتى ممارسات بحثية. والسؤال الكبير المطروح والذي أطرحه دوما على نفسي: كيف نأتي إلى العلوم الاجتماعية؟ من يمارس العلوم الاجتماعية؟ بأي شروط وبأي حق؟ كيف ندرس هذه العلوم؟ ما هي الشروط المحيطة بالممارسة البحثية في العلوم الاجتماعية؟ وكلما حفرنا في هذا الموضوع وجدنا الإجابات الوافية في هذا الموضوع. إذن حتى أوجه النقاش، مثلا أعطيكم مثال في ما المقصود بالممارسات. ممارسة التوظيف، ممارسة التوظيف، قد يندهش بعض الإخوة المشارقة حينما أقول إنه من أسهل الأمور أن تصبح أستاذا جامعيا في الجزائر، أمر غريب جدا. فلا نندهش بعد ذلك بعد سنوات أن هذه السهولة تؤدي إلى ممارسة في العلوم الاجتماعية مسيئة جدا. إذن إذا كانت الأمور المفهوم الرئيس المحوري الذي يلتقي مع التمثل السياسي للعلوم الاجتماعية هو السهولة وليس التعقيد وليس الصعوبة، إذن نحن نساير كعلوم، نساير التمثل الاجتماعي أنه كل شيء سهل، كل شيء قائم على الريع. إذا كان الإنسان العادي إنسان ريعي، انتقلت صورة الإنسان الريعي العادي إلى الفضاء البحثي والأكاديمي.
وأصبحت لنا حقوق في ممارسة العلوم الاجتماعية ليست حقوقا شرعية. مثال آخر فيما في الممارسات، لا أعلم هل كل الجامعات تطبق التعليم الوزاري الأخيرة فيما يخص البحوث طلبة الدكتوراليين، أنه المسؤول على المواضيع هو الفريق التكويني وليس الطالب. الآن نحن نشرف على مشاريع دكتورة، شخصيا أكلمكم، ليس لي علاقة وجدانية بهذه المواضيع، ولا الطالب له علاقة اهتمام بالموضوع الذي ينجزه. فنحن عندما نلتقي في وضعيات إشراف كأننا نمارس عذابا مزدوجا بحق بعضنا البعض، ظلم كبير، ممارسة سياسية، ممارسة بيروقراطية تنزل من فوق وليس لك خيار في رفضها. هذه نماذج فقط بسيطة لكي أقرب فهم حالة العلوم الاجتماعية من ناحية الممارسات. من ناحية التحديات، ككل العرب أعتقد نحن مثقلون كتحدي بالعدد الهائل الموجه للعلوم الاجتماعية، وهي عملية مقصودة طبعا. تمنينا لو أنه فرع الاجتماع والفلسفة بعد شهادة البكالوريا تجرى مسابقة وطنية لاختيار أحسن الطلبة، لأن الفرعين حساسين جدا يتطلبان مقدرة هائلة على النقد وعلى التفكير. الوضع الآن أنه كل من ناحية عمليات التوجيه، كل طالب له معدل منخفض جدا يوجه للعلوم الاجتماعية كلهم. إذن أنت تكون في ناس ليس لهم أصلا الرغبة في العلوم الاجتماعية، لأن كل الناس مهمومة بالمعيشة وليس بالتحصيل المعرفي. كل السؤال الذي نحمله معنا أينما كنا هو: هل هذا الفرع يضمن لي الخبز أم لا؟ إذن وهذا سياسيا إعلان موجود أنه الجامعة الجزائرية على 5 سنوات على 10 يجب أن نصل إلى هذا العدد من الطلبة، معلن وقد وصلوا إليه، وقد وصلوا إليه. إذن نحن حتى وإذا ملكنا الغير على العلوم الاجتماعية، صدقوني نحن نسير أزمات يومية، ولا نكون إطلاقا طالب في علم الاجتماع أو في الفلسفة أو في أي فرع شئنا. إذن التحدي الكبير كيف أن نخرج أو نجعل هذه العلوم الاجتماعية تفلت من قبضة ما هو كمي، ونقرب المقاربات النوعية لها. الشق الثالث والأخير حتى لا أطيل، الآفاق. الآن السؤال الكبير: هل نحن كمهتمين ومنشغلين بآفاق العلوم الاجتماعية نشعر أننا طرف في هذا الآفاق، أم أننا قدريين ونقول أن آفاق العلوم الاجتماعية في يد أطراف أخرى؟ في الوقت الذي نحدثكم فيه نلام، الكل يلوم، كيف لكم أن تتجاهلوا الحراك؟ لماذا لم تتنبأوا به؟ معنى السؤال اللي راح يجي، ما كيف مستقبلا كيف تتنبؤون بمستقبل العلوم الاجتماعية؟ هل هذا الآفاق مسألة تقنية، مسألة سياسية،
المسألة متعلقة بنا نحن المشتغلون في هذه الحقول، ونستطيع بالتفكير وبالمساهمات الفكرية في تحديد ملامح هذه الآفاق. شكرا جزيلا. إذن عندنا مازال في التوقيت 45 دقيقة للنقاش العام. تفضل من يريد أخذ الكلمة. أنا اسمي عدنان الأمين من لبنان، ولكن مهتم في هذه الجلسة تحديداً، ما أعرف إذا في لبنانيين غيري. أنا خريج فرنسا في علم اجتماع التربية، وإنما كل عملي في القطاع التربوي ما بطلت منتسب لمجموعة علماء الاجتماع، ولكن من سنوات وأنا بهتم بقضايا البحث العلمي في القطاع التربوي، وصار عندي نتائج قوية حول شو أحوال البحث العلمي في القطاع التربوي بالعالم العربي، وبدأت أهتم مؤخراً إذا في تشابه بين العلوم التربوية والعلوم الاجتماعية. وأحد الزملاء كتب لي ورقة حول الموضوع، وما زلت أحفر في هذه النقطة. أود فقط تعليقاً على اللي سمعته، هو كثير مفيد لفهم أحوال المعرفية في عالمنا بالحالة، هي متشابهة لأسباب متنوعة بين لبنان أو مصر أو الجزائر، كل واحد بلد خصوصيته مختلفة، ولكن الناتج ضعيف. علوم اجتماعية تربوية اقتصادية نفسية إلى آخره، يمكن نفسية أحسن شوي، يمكن ما بعرف. أول ما في نقطتين بحب أعلق عليهم مشان لن أطيل الكلام. أولاً، شروط إنتاج المعرفة الاجتماعية. أهم شرط هو الجامعة، لأن إنتاج المعرفة الاجتماعية يتم من قبل أساتذة جامعيين وقاعدين في الجامعات، وهذه الجامعات غير مستقلة، عم نحكي حكامة governance، غير مستقلة، والطلاب بفوتوا بسبب السيستم، يعني قصة العلامات المنخفضة والآخر، السيستم التعليم العالي عم بيقسم النخب، نخب المهمة هي العلوم البحتة، والعلوم الاجتماعية يعني هو اللي مش نخب، هو اللي للنشاط الاجتماعي الثاني. مهم، ففي عنا قضية كبرى بعتقد أهل علم الاجتماع وكلنا سوا يعني بحاجة لنقد أنظمة التعليم العالي اللي هي حاكمة 90% من مستويات إنتاجنا المعرفي. النقطة الثانية، المنتج المعرفي نفسه. كمان في هذا مسؤوليتنا صار بالجزائر، أو ما بين الجزائر والمغرب، أو ما بين المغرب ولبنان والآخرين، كيف نتواصل؟ هذا اسمه الجماعة العلمية. نتواصل عبر المؤتمرات والمجلات، هاي الجماعة العلمية تجدها في هذه المكان. إذا واحد أنتج بحث وضل بالجامعة محطوط، بعد ما انتسب للجماعة العلمية، الجماعة العلمية هي نحن المجتمع هنا، هالجماعة اللي نحن نتبادل. وأنا بالنسبة لي هذا شيء ثمين جدا، اللقاء والتفاعل ونتعرف على أعمالنا بعضنا. هلأ بالمؤتمر هالشيء بيصير أد هوك، يعني اجتمعنا حكينا مشينا. النشر له قيمة أقوى باستمرارية. بتحللوا المجلات حاليا بتشوفوا كوارث، واحد من الكوارث عدم الاختصاص، لأنه المجلات كلها عامة تكتب في كل شيء، المحكمين ريفيورز كمان بصير صعبة. فأنت بتلاقي مجلة سوسيولوجي لوكاسيون بفرنسا، سوسيولوجي فيديوكيشن بأمريكا، بس ما بتلاقي مجلة بالعالم العربي اسمها علم اجتماع التربية، والمجلة اللي اسمها عمران أو حتى إضافات أو حتى الآخرين علم اجتماعية، بس التخصص مفقود، وهالشيء بيفقد أيضاً. مهم ما نتابع الموضوع، ولكن أنا بعتقد موضوع نقد المؤسسة المنتجة الأساسية وعلاقتنا فيها كأساتذة، ونحن قد إيه موضوع البيروقراطية اللي أشرت إليه حضرتك، هو جزء من كل هالوضعية اللي بتحطنا فيها، بصير كل همنا بدنا نترقى وننشر بحث بسرعة لنترقى، ماش هممنا القضايا، ومنتجنب في افويدنس، انا لاحظته بقوه، افويدنس للقضايا الحساسه، لانه الانظمه السياسيه كمان حطت لنا حدود، احنا مش حدود زجاجيه، نفتكر حالنا احرار، احنا ما لنا احرار، يعني نستبطن حدود معينه. فهول النقطه انا بعتقد بحاجه لبحث الجماعه العلميه وشروط انتاج المعرفه، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
حقيقة الطرح اللي تم تناوله اليوم متعلق بالعلوم الاجتماعية في الجزائر، يعني أعطانا انطباع أن أعتقد جل التحديات واحدة بالنسبة لي نحن في الجامعات الليبية ومراكز البحثية في ليبيا. من حوالي شهر ماضي كان عندنا مؤتمر سنوي لعلم الاجتماع، مؤتمر الجمعية الليبية لعلم الاجتماع، وكان المؤتمر يتكلم على النسيج الاجتماعي في ليبيا في ظل التمزق والانقسام الموجود حاليا في ليبيا. حقيقة واحدة من الملاحظات اللي كانت موجودة في المؤتمر هو جل البحات شباب، يعني ما بيسموا عندنا احنا المؤسسين الاوائل لعلم الاجتماع في ليبيا يكادون لا توجد لديهم حاليا اي كتابات تتعلق بالواقع الليبي بعد 2011. وتم طرح التساؤل هذا على الأساتذة اللي هم اعتبر فيهم احنا هم المؤسسين لعلم الاجتماع في ليبيا، فإن كانت الإجابة متاعهم بين قوسين إن أصبح هنالك لديهم نوع من التسليم والانقياد حول مواضيع معينة، يعني البعض لازال ينظر إلى أن انتشار السلاح في ليبيا وانتشار جماعات المسلحة في ليبيا والانقسام بس بهي هذه ليست مشاكل اجتماعية، وإنما لا يزالون يتكلمون عن مواضيع حقيقة يتكلمون على مواضيع قتلت بحثا. حقيقة برزت إشكالية أخرى وهي متعلقة وشفتني حتى في بعض مش في ليبيا بس نتكلم على ربما المغرب العربي، يتعلق بمسألة أخلاقيات البحث العلمي في الاقتباس، ووجدناه هنا في حتى في المؤتمر اللي تم عقده، يعني في ما يسمى ما بين قوسين السرقة العلمية أو الانتحال العلمي، وهذه أعتقد أن موجودة عندنا في بنتكلم عندنا هنا في ليبيا، يعني أن الأمر محتاج إلى مسر الضبط، أن محتاجين إلى وجود شرعة أو أخلاقيات بحث علمي تنظم البحث العلمي في جامعاتنا وفي مراكزنا البحثية، لأن أصبح الكل يكتب وبدون وجود أي ضوابط. المسألة الأخرى أعتقد أن المفكر الجزائري مالك بن نبي عنده مقولة يقول فيها العلم الذي لا يترجمه عمل يصبح ترف. أعتقد إحنا جل مخرجاتنا البحثية لو بنشوف إيش علاقتها بالواقع نلقاها ربما القيمة المضافة متاعها زيرو، بالتالي أعتقد أن إحنا محتاجين لفهم واقعنا أكثر بحيث أن يكون تعاطينا ومعالجتنا للواقع أكثر. في 2016 كان عندنا تجربة في قسم علم الاجتماع في جامعة طرابلس، برنامج تحديث قسم علم الاجتماع، وتكلمنا على علاقة القسم أو المخرجات قسم نحن بالواقع المعاش، بمعنى خريجينا لما يتم استيفائهم للمقررات الدراسية أين يذهبون؟ جلهم بطالة، فاضطرينا إلى تشكيل لجنة تحديث وتطوير أقسام أو قسم علم الاجتماع من خلال متبنين احنا برامج الجودة البحثية. تم التواصل مع جهات العمل وتم تحديث البرنامج علم الاجتماع، وتم التواصل مع اثنين أقسام من علم الاجتماع في جامعة الملك سعود وفي جامعة الإسكندرية وجامعة الجامعة الأردنية، اعتبرناهم كمقيمين لبرامجنا، إضافة أن احنا توصلنا مع عدد كبير جدا من خلال استبانات تم توزيعها لجهات التوظيف أو جهات العمل، طلبنا منهم ما هي المواصفات خريجنا احنا علم الاجتماع المطلوبة لتلك الجهات. حقيقة تفاجأنا كثير جدا أن ما يعطى لطلابنا لا يتعاطى مع سوق العمل، سواء كان في المراكز البحثية اللي تتطلب أن يكون الباحث على قدر كافي من الـ الاحترافية في كتابة التقارير، في المنهجية، في التنظير، إضافة إلى فهم
واكتساب المهارات المتعلقة حتى بمسألة اللغة، الحاسوب، الحوار، النقاش إلى آخر النقاط هذه. فإحنا حقيقة اضطرينا إلى إعادة توصيف مقرراتنا الدراسية بحيث أن نحاول بقدر الإمكان أن هي تتعاطى ومخرجاتنا لما تواجه سوق العمل يكون لها علاقة بها الموضوع هذا. ملاحظة أخيرة ربما نتكلم عليه، مسألة نتكلم إحنا على مسألة المعايير يعني حاليا. السؤال المطروح بنتكلم عليه، ما هي المعايير الجودة البحثية، إضافة ما هي معايير الباحث في العلوم الاجتماعية أو في علم الاجتماع. شكرا جزيلا. صباح الخير، أنا سعيد بتواجدي جنبا إلى جنب مع أساتذة الكبار اللي يعتبروا تقريبا يعني أنا نعتبرها من الجيل المؤسس نوعا ما لعلم الاجتماع في الجزائر، لكن من جهة أخرى أنا أختلف ليس جذريا، لكن المسار تاعي أنا أنثروبولوجيا يعني من ليسانس، أو أختلف كذلك أنه أنا من الجيل الجديد يعني من نظام LMD. أنا عندي جي في أن دوزيام باركور، يعني درت مسار دراسي من الأول وجديد لأنه كان تخصصي تقني. فكنت من الدفعات الأولى، وأنا أول دكتوراه في الأنثروبولوجيا في النظام الجديد في الجزائر أنا اللي ناقشتها. لكن من خلال يعني هذا الطرح أريد أن أتطرق إلى علاقة بين الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع في الجزائر، لأنه إذا أردنا أن نفكر في علم الاجتماع في الجزائر علينا أن نتصالح مع الماضي. نحن عندنا في الجزائر ربما لمن لا يعرف عندنا إشكال كبير مع الأنثروبولوجيا، لأنه في 1974 في مؤتمر علماء الاجتماع في الجزائر كان الوزير على أظن عبد الحق برارحي صديق بن يحيى، اعتبرت الأنثروبولوجيا علما استعماريا وتم إقصاؤها من الدرس الجامعي من الساحة الأكاديمية. ويعني طوال ثلاث عقود لم يعد للأنثروبولوجيا وجود، رغم أنه قبل ذلك كان لها وجود كبير من خلال بعض الأنثروبولوج فرنسي وحتى ألجيريان اللي قرأوا عند الفرنسي، وكان لتيران ألجيريان يعني الميدان الجزائري كان منتج للنظريات. فقط أشير هنا إلى أن نظرية الهيمنة الذكورية لبيير بورديو يعني استخرجها انطلاقا من دراساته في الجزائر. فطوال هذه السنوات يعني إلى بداية الألفية الجديدة وإن رجعت الأنثروبولوجيا طبعا نتيجة لنضالات كثيرة ربما الربيع الأمازيغي وكذا، وكي رجعت من باب الفولكلور والتراث أكثر يعني. فهذه النقطة الأولى، هذه شكلت نوع، كان هناك نوع من العداء حتى لدى علماء الاجتماع. أستاذ لقجع، ربما عندكم أنتم في وهران الأمر يختلف، أنتم يعني من الأول كانت عندكم الكراسك، وكنتوا أنتم في علاقة وطيدة مع الكراسك، ويعني وزيتي انجاجي الانثروبولوجي. في أماكن أخرى وخاصة في الشرق الجزائري وين ما كانش خلاص الانثروبولوجي، هناك يعني عداء شديد من طرف علماء الاجتماع للانثروبولوجيا. وأنا في نقاشاتي يعني مع كثير من الزملاء خارج الجزائر هذا الأمر موجود يعني في بعض في الأماكن. وبالتالي هنا حتى يعني في واحد الوقت يسموها علم الزرد، علم الزربد وعلم القصبة وعلم الغبار، يعني من استهزائك. حتى كانت مقولة منتشرة الأنثروبولوجي لا سبيسياليتي دو سيلوي كي نا با دو سبيسياليتي. فمن هنا هذا الأمر يعني يستحق منا التفكير ويستحق منا إعادة المصالحة نوعا ما. وشكرا. شكرا. Moi, je ne comprends pas du tout la discussion sur le débat entre anthropologie et sociologie. Pas parce que je suis un petit peu en dehors, mais quand même, je pense que c'est un peu dépassé. Et ce serait peut-être intéressant de lier les choses ensemble et de nous définir en tant que
chercheur en sciences sociales avec des méthodes différentes, etc. Je voudrais, il y avait tellement de choses intéressantes dans les présentations, mais j'aimerais discuter un tout petit peu d'une proposition que vous avez formulée et qui concerne la relève, c'est-à-dire les doctorants. Je pense que c'est un aspect qui est extrêmement intéressant et important. Je travaille au Canada, mais je suis très très liée au Maghreb et à l'Algérie en particulier. Et c'est un constat qui m'a beaucoup beaucoup occupée. J'ai essayé de m'engager en tant que prof, ou je sais pas, de tuteur avec des étudiants de doctorat et de maîtrise. Et je pense que c'est vraiment ce niveau-là, un des niveaux sur lesquels il faut se concentrer en prenant en compte le statut de l'université. Quelqu'un d'entre vous a discuté du statut de l'université, en particulier parce que c'est une université, j'allais dire, d'État, dans le sens où elle est dirigée par l'État. Et je crois que c'est aussi important de garder cet aspect-là, mais de penser à des structures peut-être informelles. J'avais essayé moi-même de créer une structure informelle, ça n'a vraiment pas marché auprès de personnes, de collègues, pour faire des liens. Je pourrais la raconter après, ce n'est pas le moment de la discuter maintenant, mais ça n'a vraiment pas marché et on m'a dit que ça n'a pas marché parce que, pour des raisons politiques. Mais moi, je n'avais pas du tout. Moi, je crois vraiment au travail informel, où on travaille un peu de manière informelle avec les gens et les formés. Deuxièmement, peut-être d'autres choses, mais très. Je crois qu'il y a aussi la relation professeur-étudiant qu'il faut pas penser, mais aussi critiquer, parce que je crois que c'est un aspect extrêmement important. J'avais donné un séminaire à des doctorants dans un centre français, malheureusement, et c'était vraiment un de leurs problématiques. Finalement, et c'est pas pour plaider pour ma cause, je crois que dans toute la réflexion que vous menez, il y a parmi nous beaucoup de gens qui ne sont pas sur place pour des raisons historiques. Et ce serait très bien de nous intégrer dans ça, parce que on a parfois un peu plus de moyens pour venir. Vous n'avez même pas besoin de nous payer pour participer à cette espèce de travail réflexif, mais aussi de développement des idées, etc. Et finalement, la dernière question, mais elle s'adresse à vous, c'est sur les thèmes. Parce que je ne sais pas exactement, par exemple, quels sont les thèmes qui sont les plus porteurs, les plus intéressants, pas seulement porteurs pour faire plaisir, mais qui sont les plus intéressants sur le plan à la fois théorique, méthodologique, mais aussi pratique. Vous avez parlé de l'espèce de portée de la recherche qui n'existe pas. Alors, il faudrait peut-être aussi penser à cette portée de la recherche qui n'existe pas pour qu'elle porte un peu plus. Merci beaucoup. شكرا. أعتقد أن ما سمعناه لا يمكن عزله عن مسيرة الجزائر. مسيرة الجزائر ومشروعها من الاستقلال. بومدين في 73 أمام كل الطلبة ماذا قال؟ قال لهم أنتم هنا بما فيهم تاع العلوم الاجتماعية لمتابعة الثورة لا تناقشون. وخير دليل أنه لما بومدين تكلم عن الثورة الزراعية من واجهه؟ جمال الدين بن شيخ. جمال الدين بن شيخ لمن لا يعلمه هذا من أكبر المفكرين في العالم، يكتب باللغة الفرنسية ذنبه. في مقال توجه البومدين أنا ضد الثورة الزراعية تاعك. البكرة طلع مقال في جريدة رسمية من لا يعجبه الأمر يغادر البلد. جمال الدين بن شيخ غادر الجزائر من 67 68 إلى أن توفى فرنسا. بالتالي هنا كما تفضل الأخ عبد الرزاق أنه حقيقة هذا الجامعة اللي كان عندها البعد النقدي
والجامعة التي أفرزت جمال الدين بشي، عبد الملك صياد في قضايا الهجرة، علي مراد، بورديو وجيرمانتيو، في كل كتاباتهم يقولوا أنه لو لم يكن هناك مجتمع جزائري لما أصبحوا علماء في الاجتماع. الأحد الأذرع القوية لبورديو هو عبد الملك صياد في كتابه لا غو برودكسيون. بالتالي فهذا البيئة التي أنتجت هؤلاء المفكرين العالميين الذين تجاوزوا المحلية أفرزت 40 سنة من بعد كما تفضلت الآن. معليش يسمحوا لي الأساتذة تاع الداخل، خبزيست، خبزيست باللغة الجزائرية أن ناس مش انتهازيين، معليش حتى ما نكونوش قاسيين معهم ومن لا نعيد إنتاج العلاقة ما بين الجزائريين تاع الداخل والخارج، أن الناس يسيرون. بالتالي فأعتقد أنه كل هذه التناقضات، كل هذه التناقضات أن أوكي، بالتالي فكل هذه التناقضات اللي أفرزت كما تفضلت أنه الدولة الجزائرية ضمن مشروعها التنموي هي ألغت بصفة مطلقة ومعلنة كل ما يتعلق بالعلوم الاجتماعية. في جامعة وهران أين درست، والأستاذ كان يدرس في ذيك الفترة في دون اون اوتر ديسيبلين، في السبعينات كان علم الاجتماع يدخلوه اللي عندهم أعلى المعدلات، وكان في نفس الوقت العلوم الطبية هي في ثالث ولا رابع مرتبة مقارنة بعلم الاجتماع، حتى أنه في الديزناف مي هذا مدرج أنه كان الطلبة خيرة الطلبة تاع الجامعات الجزائرية اللي يدخلوها بأفضل المعدلات ينتظروا درس الصباح والمساء ليدرسوا العلوم الاجتماعية، إلى أن تحولت إلى يدخلوها بثمانية وتسعة. بالتالي فأعتقد أنه هذا الإفرازات، هذا التناقضات اللي تعيشها العلوم الاجتماعية. جاك باخ عنده مقال حول العلوم الاجتماعية في المغرب العربي، لو سونتنير دو لا برودكسيون دي سيونس سوسيال، وانت اشتغلت عليه هذه، انه في 1995 كتب هذا المقال، يبين انه البحث الاجتماعي في ذيك الفترة كان عنده 100 سنة. بالتالي فأيعقل أنه بعد 100 سنة نتوصل إلى هذا التوسع الكمي بين قوسين، واللي التقرير الأول للعلوم الاجتماعية تاع المرصد تكلم عليه، واللي هو إنجاز دو فساد، إنجاز في الواجهة اللي يخفي كل هذا التناقضات. طبيعي أنه المجتمع الجزائري الآن يطرح هذا السؤال، لماذا يا علماء الاجتماع بكل التخصصات لم ترون هذه التحول؟ التحولات كانت على الباب، لكن كما تفضلت أنه فيه إرادة سياسية أرادت، سأنهي هذا الجزيرة والعربية، هذا فيه إرادة سياسية. الآن أعتقد أنه هنا جوجوا ما كولكسيكو، هل في هذه مرحلة التحول نبقى جابي خويا نتكلم على أخلاقية البحث؟ أوكي، أخلاقية البحث مطروحة، لأن الجامعة الجزائرية التي أفرزت العديد من التناقضات خلت أنه البلاجيا وهذه الأمور، لكن ممكن أنه الأولويات البحثية مش تتأقلم مع الوضع، لكن على الأقل نرتقي إلى بعض الطموحات، مش إلا الشباب، لأنه طلعت كل الفئات معنية بالحراك. بالتالي شكرا. مرحبا، اسمي سمر كنافاني، أنا أنثروبولوجي مقيمة وبشتغل ببيروت بلبنان، وعضو مؤسسة، أحدى أعضاء مؤسسين شو اسمه مجموعة عمل الإثنوغرافيا وإنتاج المعرفة في العالم العربي لدى المجلس العربي. فحابة أسأل، أنا
كان سؤالي عن الأخلاقيات بس يمكن ما بعرف إذا بس عبالي أعرف شو كانت المواضيع الأخلاقية اللي درستوها أو اللي كانت باهتمامكم، وكمان إذا تطرقتوا لمواضيع المنهجيات البحث، وهل طلع من هذا النقاش أو من هذه الدراسة أي اهتمامات بارزة عن الأخلاق إن كان الأخلاقيات بس كمان المنهجيات البحث في الجزائر؟ Voilà, donc en fait, je vais parler un peu de mon expérience personnelle parce que je suis architecte de formation. Donc je me suis orientée vers les sciences humaines et sociales. En fait, ma question, c'est pas une question, mais plutôt une remarque. Est-ce qu'il est possible de mettre des dispositifs dans le système d'enseignement algérien pour, en fait, assurer une certaine ouverture des disciplines, comme on l'a bien expliqué donc, dans les précédentes interventions, qu'effectivement, donc, les étudiants les plus brillants, donc les 18-19 de moyenne, sont orientés vers les disciplines techniques, à l'école polytechnique, à l'école nationale de l'informatique. Donc, il est très rare de trouver un étudiant brillant s'orienter vers la sociologie, l'anthropologie. Donc la question, c'est que est-ce qu'il y a une possibilité de s'ouvrir vers ces disciplines-là, par exemple avoir des collaborations avec l'école polytechnique d'Alger pour expliquer et sensibiliser aux gens l'importance de faire de la philosophie tout en étant un polytechnicien. Après, je pense aussi qu'il y a un problème de mentalité, une rigidité d'un système. Par exemple, moi, on me pose la question au département d'architecture, pourquoi se dégrader, aller faire une thèse d'anthropologie, de sociologie, alors qu'à la base, je suis architecte. Donc il y a ce mépris et ce sentiment de supériorité. Je ne sais pas, est-ce que c'est plutôt les techniciens qui sont supérieurs ou parce que les gens de sociologie, d'anthropologie ne font pas le pas pour expliquer à la société l'importance, qu'on est en train d'étudier la société, les pathologies qui touchent la société, que c'est très important parce que c'est à vous d'assurer les réformes et la sensibilisation le parcours de la société, c'est à vous de le faire. Oui, c'est un informaticien, c'est important, mais un sociologue, je pense que c'est très important. Donc voilà, est-ce qu'il est possible d'assurer une certaine ouverture du système d'enseignement algérien pour être, par exemple, surtout avec le système LMD, on peut très bien être en informatique et avoir un master et avoir une licence de philosophie, ce qui est très important. Ça se fait, par exemple, en France, ça se fait déjà, en Grande-Bretagne, ça se fait, aux États-Unis, ça se fait. Pourquoi on ne peut pas faire ça en Algérie? Voilà, merci. Donc, Omar Fertet, أستاذ باحث بجامعة بوردو بفرنسا. Donc, je suis pas un sociologue. Je viens des arts du spectacle, des arts du spectacle. Mais je suis, vous savez, les arts du spectacle. Ils ont le lien. Il y a une relation entre la sociologie. Il suffit de citer du Vigneault, par exemple. Donc, on a un peu de langue arabe. إذن هناك بعض النقاط التي أثارتني وفي نفس الوقت هي نوع من التساؤلات اللي كنطرحها لكم. تحدثتوا على فعلا القضية ديال في السوسيولوجيا كيف أن يعني الباحثين في السوسيولوجيا لم يتنبؤوا بالثورات، وهذه ماشي في الجزائر، هذه وقعت في العالم العربي بشكل عام. ويعني أقول هناك وهو سؤال حول سوسيولوجيا الفن، لأن الفن لا وأنا يعني أشتغل على الفن هو المسرح أو الموسيقى مثلاً كان فيها تنبؤات بما كان سيحدث. أنا أعطيكم مثال بسيط، إحنا في بوردو كنا استضفنا فاضل الجعيبي من تونس بمسرحية يحيى يعيش هي قصة ديكتاتور يعني تقوم ثورة حول الديكتاتور ويذهب، وفي خلال الأيام وقعت الثورة في تونس. وكذلك لما نشوف مثلاً أغاني الراب الحضارية كلها فيها بعض الإشارات إلى ما سيقع. وسؤالي هو ما هي وضعية سوسيولوجي دو لاغ، سوسيولوجيا الفن في الجزائر؟ النقطة الثانية تحدثت وهي مهمة جدا، وهنا يعني كما قالت الأخت رتيبة في نفس التفكير يعني حول البحث والتكوين، يعني وهذه المسألة هذه يعني أظن ليست موجودة فقط في الجزائر، في فرنسا أيضا. يعني حنا في جامعة العلوم الإنسانية يعني يأتون
الطلبة ليس اللي هم عندهم أعلى معدلات حتى لدينا غير اللي كيوقع هنا. السؤال اللي كيوقع هو أن فرنسا لاحظت هناك يقوم هناك الإكسيلنس، يعني هناك الأساتذة مثلا يعني يأخذون بعض العناصر المهم يعني البغيون بعض العناصر المتميزة ويصاحبونها، وذلك عبر ماذا؟ عبر خصوصا البحث العلمي، يعني يأخذونها إلى مجال آخر خارج الدراسة، ويقع ما نسمي العربي لا أعرف كيف نقول ذلك الباريناج. وهذه المسألة لاحظت غير موجودة في العالمنا العربي، يعني لأن العربي الأساتذة ليس لديهم يعني الطلبة الذين يصاحبونهم ويأخذونهم. وأقول هل مسألة المجلس اللي تحدثت عنها قد تكون فرصة أيضا يعني بهذا البعد يعني التكوين، لأن يجب الرهان على المستقبل وعلى الشباب، لما لا؟ هل هناك شيء في هذا يعني بروغرامي في 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 هذه المسألة؟ والسؤال الأخير وسريع جدا هو قضية لاغابيزاسيون عن التعريب، تحدثت عن مسألة التعريب، وهذه المسألة يعني حتى يعني أنا من أصل مغربي ويعني وفي المغرب حاليا هناك نقاش حاد حول التعريب، ويريدون حتى الرجوع إلى الفرنسية لأنه وقع مشكل يعني في في في, في الثانوية نتعلم باللغة العربية، وعندما نصل للجامعة اللغة الفرنسية ووقع خلط كبير ومشاكل كبيرة. ما هو رأيكم يعني بصراحة وفوت بوزيسيون بيرسونيل يعني بالنسبة لهذه القضية التعريب في عالم السوسيولوجيا؟ وشكرا. أمزيان الحسن من المغرب جامعة محمد الخامس. إذن أنا تفاعل في هذا النقاش الشيق، يعني هناك توصيف لوضعية العلوم الاجتماعية في الجزائر، يعني أربع مداخلات مختلفة من وجهات وتوصيف متقارب. المطروح هو أو السؤال الأساسي من خلال هذا التوصيف هذا، ما هو برنامج عمل المكتب يعني مستقبلا؟ بمعنى ما هي الأولويات انطلاقا من هذا التوصيف، والأولويات انطلاقا من كذلك تأخذ بعين الاعتبار أن المكتب يحاول ينعش العلوم الاجتماعية بالأفق الآخر، تونس مثلا، المغرب، ليبيا إلى غيره. دونك برنامج عمل بأولويات انطلاقا من تحديد كذلك العلاقات مع البلدان الصديق. هذا السؤال الأول. ثانيا أريد أن أعرف شيء عبد الرزاق تحدث عنه حول صعوبات، يعني شيء في المكتب فيه تقريبا جيل واحد، يعني عدم حضور أجيال أخرى في الجزائر، يعني وبالتالي طرحت أنت أنها صعوبة الجابي أنه يوصل، يعني ما هي هالصعوبات؟ يعني علاقة الأجيال، يعني شنا هي طبيعة هاد الصعوبات؟ وش ما عرفتش. والنقطة الأخيرة الأولويات، من الأولويات عندي مقترح فيها، يعني أنا أعتبر أن مشكلة إنتاج المعرفة العلمية سواء التوصيف اللي درتوه اللي في علاقة مع المؤسسات اللي كنشتغلوا فيها هو إشكالية خلق تراكم في البحث في موضوع معين، وهذا التراكم هو اللي كيعطي باك جراوند وكيعطي كذلك تخصص اللي من بعد الباحث كيصبح ممتلك ويمكن ينتج يطلع على تيوريزاسيون وطلع على المستوى. إذن فمزيان أن يكون من الأولويات لبرنامج المكتب يشتغل على هذا المستوى في كيفية يساعد المؤسسات الجامعية والمؤطرين وفي دعم خاصة هذا المسار، اللي أنا أعتقد أنه من ضمن يعني الحوافز القوية لإنتاج معرفة في العلوم الاجتماعية مستمرة. وشكرا. طيب شكرا كثير على المداخلات، هي بتخلي طول الوقت الواحد يفكر هاي التجربة المشتركة بين الجزائر وفلسطين، وبتصور بالضرورة يكون في تعاون على الأقل في محاولة لتبادل المعرفة بين التجربة الجزائرية والتجربة الفلسطينية، لأنه كثير شبيهة فيما يتعلق بالظروف اللي مرقت فيها. في كثير عندي هيك ملاحظات وبتصور يعني مهم الواحد يناقشها، بس مش وقتها في اللحظة هاي. بس في النقطتين بدي أحكي فيهم فيما يتعلق باقتصاد السوق، إنه صحيح في دور الدولة وسياسات التعليم العالي سواء بالجزائر أو بالعالم العربي أو حتى بفلسطين اللي بتحاول تفرغ مضمون المعرفة الاجتماعية والإنسانية لصالح معارف أكثر سوقية،
سوقيه بمعنى اقتصاد السوق، وهذا بخدنا على كل التحولات النيوليبراليه اليوم في العالم العربي اللي بتحاول تسلع المعرفه وتجعل المعرفه سلعه على التداول، واللي هي بتتناقض كليا مع منطلقاتنا الايديولوجيه المعرفيه السياسيه اللي بتشوف المعرفه هي جزء اساسي من اعاده تشكيل العالم، من اعاده صياغه عالم جديد في اكثر عداله واكثر حريه. بس في كمان نقطة أنا بتصور تم الإغفال عنها، وأنا يعني بحب أسمع رأيكم فيها، وهي دور الخطابات الدينية في ضرب حتى المعرفة الاجتماعية والإنسانية. قديش هاي الصحوة اللي عشناها فترة، وبعرفش اليوم كيف ممكن الواحد يقربها في الحالة، بس قديش هاي الصحوة الدينية لعبت دور مهم في إضعاف المعرفة العلوم الاجتماعية والإنسانية والفلسفية أيضاً لصالح معارف أكثر قدرية وتؤمن بالقدرية. وشكراً. معناها أقصى شيء 10 دقائق نرد بسرعة، وأنا عندي رد أو 2 بسرعة حول العمل اللي نقوم به في أو اللي اقترحناه في المكتب. هو موجه إلى سوق واسعة جداً، يعني عدد الجامعات، عدد الطلبة، عدد الأساتذة، الاتساع، إمكانيات المجلس العربي كلها ما تقدرش لا تستطيع أن تلبي 0.0001% من ما هو مطلوب. يعني هذا المفروض دور الحكومات، دور المؤسسات العلمية، دور، لكن هذا لا يمنعنا من القيام بما يمكن أن نقوم به. وما يمكن أن نقوم به ما قررنا أن ننجزه، والاقتراحات مفتوحة، يعني مجال الاقتراحات مفتوح، هو هذه المشاريع اللي تكلمت عليها، جامعة صيفية حول الأنثروبولوجيا باش نرد على رتيبة، تجمع طلبة دي دكتوراه من المنطقة المغربية مع أساتذة اللي يمارسوا بما فيهم الذين يمارسون خارج المنطقة المغربية، من فرنسا، من أمريكا، من دونك اون فا فير أبل، يعني راح نطلب مساعدة تأطير أساتذتنا اللي موجودين في خارج المنطقة المغربية. الطلبة راح يكونوا من المنطقة المغربية، راح يكونوا بتعاون مع الدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس العربي في مدنا بأسماء، باقتراح أسماء، باقتراح. دونك هذا فيما يخص أخلاقية المهنة بسرعة. أخلاقية البحث مش البلاجية فقط، مش السرقات العلمية. السرقات العلمية هي الشيء المفضوح في مجال قضية الأخلاقيات، فيه أكثر ممارسات أكثر متنوعة ممكن إدراجها ضمن هذه الفكرة تاع أخلاقيات البحث. وراح دعينا إلى أساتذة متخصصين بتعاون مع المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، كاين أساتذة اللي اشتغلوا حول الموضوع وراح يساهموا في عملية تأطير من لبنان، من أمريكا، من تأطير حول أخلاقيات البحث. ماذا نقصد دون زان اونتريتيان، في مقابله، في كتابه مرجع، في 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 السيطره تاع السياسي. هل يحق لدولنا وانظمتنا السياسيه ان تفرض مخرجات لبحوث الى اخره؟ اذا عندنا اكثر من مجال، مش فقط هذا الجانب، هذا الجانب القانوني الجنائي، يعني الجانب السرقه تسرق جزء من بحث، لكن فيه اشياء اخرى مهتمين بها. تعريب في المنطقة المغربية مشكل جدي، مشكل جدي. قضية اللغة مشكل جدي. البحوث، المراجع، الاهتمامات، المنهجيات، العلاقة مع سوق العمل في الجزائر وفي المغرب ممكن موجودة، وفي تونس نحن ندرس لطلبة باللغة العربية لسوق عمل مفرنسة. نكون ملايين، مئات الألاف من الطلبة باللغة العربية، وحنا مقتنعين ومتيقنين بأنهم سيتوجهون إلى سوق عمل بالفرنسية، بمعنى أننا نحكم بالفشل مسبق على المنتوج نتاعنا، لأن اللغتين مختلفتين. عندما تدرس، أنا درست سنوات على اجتماع تنظيم العمل، وأنت متأكد بلي هذا اللي عنده ليسانس في تنظيم العمل سيدرس، سيذهب إلى مؤسسة لا تتعامل باللغة العربية، ماذا سيفعل هذا؟ إذن عندنا هذا أحد الإشكالات، لكن فيه إشكالات أخرى. عندنا هذا الإشكالات، ولهذا قلنا بأنه لابد التطرق، الاهتمام، اقتراح حلول، ندوات، دراسات حول هذه المسألة، هذه المعضلة اللغوية. عندنا معضلة لا تريد أن تحل، وأصبحت عندها طابع طبقي الآن، وعندها طابع طبقي. أبناء الفئات الاجتماعية الميسورة يذهبون إلى الفرنسية والعربية،
وابناء الشعب هذا قالوا لهم يعني في انا عندي صديقي درس كثير في الجامعه الجزائريه يقول نكته يقول طلبتنا الان مش مطلوب منهم تسجيل في تخصص النيه كافيه النيه كافيه كل واحد يقرر على مستواه انه يدرس على الاجتماع راه يدرس على الاجتماع والاخر يدرس علم النفس راه يدرس علم النفس يعني لدرجه ان الميوعه هذه تاع المناهج والبحث و و و والى اخره اذا نحن امام اشكالات جديه فيما يخص الخطابات الدينيه مهمه الخطابات الدينيه مهمه ساري ممكن يحاضرنا لاسابيع حول القضيه تاع انا اشتغل مع ساري حول موضوع بحث حول العلوم الاجتماعيه والعلوم الدينيه يكفي ان اقول مثل فقط عندما ترى المؤسسات الدينيه اغلبيه الذين سيطروا على مناصب المجلس الاسلامي الاعلى وزاره الشؤون الدينيه بعض المواقع الدينيه المهمه سي دي سوسيولوج دي بسيكولوج دي فيلوزوف متخرجين فلسفه علم اجتماع وزير الشؤون الدينيه خريج الشريعه، وزير الشؤون الدينيه السابق خريج علم اجتماع، وزير الثقافه، يعني على المستوى الشكلي هناك شهادات وهناك دراسه، لكن ماذا يحصل في الواقع؟ يحصل ان هذا عالم الاجتماع والفيلسوف يختفي تماما عندما يبدا ممارسه مهامه الدينيه. يختفي لصالح اقول الدجال هذاك الذي يتكلم باسم الدين والذي لا يفقه شيئا، اذا هناك سلطة العلوم الاجتماعية ليست حاضرة وتنسحب في المؤسسات ذات الطابع السياسي بمجرد ما يدخل عالم الاجتماع الى مؤسسة سياسية او يختفي خطابه عقلانيته يتحول الى اذا لا اريد ان سوسيولوجيت لا لا اريد لا اريد لا اريد ان اطيل تفضلوا اذا فيه ضروري ملاحظتين برك كاقتراحات ربما للمستقبل تاع قضيه المنهجيه مهمه كثير انا نظن بلي لازم تكون فيه ملتقيات او دي سيمينار لان نتكلم على التجربه تاعي في الجزائر عندما طالب حتى في الدكتوراه يختار موضوع مازال الاشكاليه تاعو ماهيش واضحه يقول لك ندير استماره ولا ندير علاش ندير استماره علاش دونك الانثروبولوجي ولا الاثنوغرافي دون توت لي سون سوسيال ما كانش اقتناع بالمنهجيه يختار استماره بطريقه اوتوماتيكيه دونك هذا ربما في البرامج المستقبليه لازم نديروا دي سيمينار وملتقيات باش تحسيس الطلبه باللي لازم الاختيار تاع المنهجيه عنده علاقه بالاشكاليه عنده علاقه بالفرضيه. النقطه الثانيه اللي تكلم عليها قضيه الدين ومرتبطه مع واش قالت الاخت نورا انا درست بوليتكنيك وراني انا من الناس اللي دافع باش العلوم الاجتماعيه بصفه عامه تكون موجوده في المدارس تاع درست في بوليتكنيك تاع الجي بوندون 10 نقدر نتكلم لك اسابيع على التجربه تاعي لان كان مشكلين اولا ماهوش مقتنعين بالنسبه لهم العلوم الاجتماعيه ماهيش مهمه هما بالنسبه لهم عندهم دي نورم 1 بلس 1 ايغال 2 وخلاص هذا المشكل الاول دونك كانت صعيبه عليا بزاف قضيه تاع النقطه الثانيه قضيه الدين كيف احنا بوليتكنيك ربما هذا في التاريخ تاع العلوم الاخر في التسعينات من المدارس كما بوليتكنيك ومدارس اخرى كانت فيها وجود قوي للراديكو هذو الاسلاميين الاخره وفي الحصص تاعي كانت عندي نقاشات حاده مع بعض الطلبه لان بالنسبه لهم ما كانش تساؤل الحقيقه موجوده ما كانش تساؤل دونك حتى بعض الطلبه كانوا يخرجوا من الدرس لان ما كانوش فاهمين لماذا نتساءل حول الواقع ذا بروس لا فيريتي لي كونو خلاص عليها دونك مشكل هذا النقطه الثانيه وتكلم عليها ناصر قضيه اللغه تاع التعريب هذا مشكل يعني حاد لازم
الحل واش هو الحل؟ شخصيا ما قدرتش نجاوبك، ما عنديش حل، ولكن احنا انا شخصيا في المسيره تاعي من الاولين كلحقت الباكالوريا قالوا عربوا الباك في سيونس سوسيال، فالباك اللي كنا نقولوا باك ليتيرال عربوه، لحقنا الترمينال قال لك تجوز الباك بالفلسفه بالعربيه، رحنا الجامعه نفس الشيء. دونك يعني ما نقدرش نعطيك الحلول، الحلول تعاود ترجع مستحيل، مستحيل باش ترجع، لان دوك العلوم الاجتماعيه كلها في الجزائر باللغه العربيه. المشكل هو اللي تطرحه ناصر، هو ان السوق ابا بعد الوزارات وبعد الاماكن اللي مازال لهم يوظفوا اللي عندهم شهادات باللغه العربيه، الاغلبيه السوق الاقتصاد الايكونومي كله بالفرنسيه. نقطه اخيره، قضيه لا فيزيون بلو ديسيبلينير اللي تري امبورطونت، وحنا شفناها في البحث اللي درنا هذا في الجزائر، الاغلبيه تاع الاساتذه اللي درنا معهم استجواب كلهم، لان الواقع فالمشكل في المجتمع اصبح شامل جلوبال، يا بلو دو انثروبولوجي دو سوسيولوجي اكسترا، دوفون ترافاي انسومبل بور اون فيسيون بلو ديسيبلينير. وهذا ثان يقدر يكون من بين المحاور اللي نتكلموا عليها في المستقبل باش تحسيس التحسيس للطلبه. سي بور راتيبا. Donc, bien sûr, je ne suis pas du tout d'accord pour dire que c'est dépassé de parler de la différence sociologie-anthropologie, parce que je crois que c'est un problème propre à un certain contexte. Donc, on pourra, voilà, on pourra discuter par la suite. Par contre, je suis totalement d'accord avec vous sur la question de la forme du rapport enseignant. Enseignants-étudiants. Là, effectivement, nous sommes dans un rapport traditionnel de Zéouia, globalement. Et ce n'est pas propre aux sciences sociales. C'est pratiquement toute l'université algérienne qui fonctionne, disons, sur ce registre, exactement. Voilà. Alors, les thèmes les plus porteurs, on pourra manger tout à l'heure et en parler. Voilà. Alors, Nora, très rapidement, toujours, l'histoire de que ce soit les sociologues qui expliquent leur sociologie à leur société, c'est... Parce que le choix des étudiants, il tombe pas du ciel. Les étudiants, ils vivent dans une société qui a ses propres échelles de valeurs, c'est tout. Alors que représente un étudiant en sociologie à côté d'un étudiant en médecine ou en architecture? Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Voilà. Donc, voilà. Alors, oui, ben non, pour Omar, parce que c'est à titre d'information. Effectivement, il y a des choses qui se font en matière de sociologie de l'art. Voilà, c'est important. Alors, au CRASC, il y a des choses qui se font. Il y a des études, il y a des écrits. À l'université, justement, et même, Nasser, à l'université, il y a un département des arts dramatiques à Oran. Voilà. Et donc, ça, et le parrainage des meilleurs étudiants, ça se fait. Alors, ça ne se fait pas de façon institutionnelle, mais ça se fait, certains enseignants accompagnent leurs meilleurs étudiants, mais on reste un peu dans le volontarisme, hein, c'est tout. Voilà, je... Voilà. D'accord. OK. أعود فقط إلى مسألة المنهجية. يكثر الحديث على المنهجية في الجامعات وفي المراكز البحثية ونسحب الموضوع إلى ما هو تقني. المنهجية ليست تقنية، يسبقها تغليب قيم الإبداع والتفكير. الجامعة التي لا تعترف بالتفكير والإبداع لا يمكنها أن تفرض المنهجية مهما كانت. المسألة متعلقة بالمقاييس ومتعلقة بالمورد البشري الذي يدرس المنهجية. إذا كان هذا المورد البشري
يؤمن بأن المنهجية موجودة في الكتب والمراجع هذا لن يستطيع أن يكون باحثين. في مسألة الدين، الدين تغلغل إلى مستوى حتى التحكيم، تحكيم المقالات باسم الدين، باسم الدين يلغى الاستحقاق ونجعل أنفسنا كلنا سواسية بخلفية بعيدة جدا في خلف الدماغ على أننا كلنا سواسية، إذن لما يلغى مقالي؟ هذا فقط باختصار شديد لكي أبين لك مدى تغلغل الثقافة الدينية. شكرا. شكرا على الحضور، ونبقى على تواصل من أجل المكتب تاع الجزائر.